تحياتي إليك زميلي عبد الله. زيارة هي السابعة من نوعها التي يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعكس قوة ومتانة العلاقات التي تربط بين القاهرة وبكين. زيارة دولة وهي أعلى مستويات البروتوكولية، والاحتفاء بهذه الزيارة في مثل هذه المناسبة، زيارة يتوقع من خلالها الجانبان المصري والصيني دفع وتعزيز أطر العلاقات التي تجمع بين القاهرة وبكين على كافة الأصعدة. السيد الرئيس يحمل في زيارته إلى العاصمة بكين العديد من الملفات والقضايا، سواء ما يتعلق منها بالعلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين، أو فيما يتعلق بأطر التعاون والحوار والتفاهم والمشاركة بين الجانبين العربي والصيني، من خلال حضور سيادته كضيف شرف رئيسي للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي يحتفل بمرور 20 عام منذ تأسيسه وإطلاقه كأحد أهم آليات التعاون والحوار والتفاهم بين الجانبين العربي والصيني. الزيارة الرسمية على مستوى زيارة الدولة سوف تبدأ فعالياتها غدا صباحا باستقبال الرئيس الصيني تشي جين بينغ للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الشعب الجمهوري وسط العاصمة بكين، حيث تجرى مراسم الاستقبال الرسمي يستعرض خلالها الزعيمان مراسم الاستقبال وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف، لتنطلق من بعدها قمة مصرية صينية ثنائية هامة تتوسع بحضور وفدي البلدين، وتناقش عدد كبير من الملفات والقضايا والموضوعات من بينها وفي الصدارة منها العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، في ضوء ما تتمتع به هذه العلاقات من دعم وإرادة سياسية لدى الجانبين لتعزيزها خلال المرحلة المقبلة، استنادا إلى عدد كبير من التفاهمات. نتحدث عن أكثر من 65 مذكرة تفاهم وتعاون تم توقيعها بين البلدين منذ عام 2014. أهم هذه الاتفاقات اتفاق إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وترفيع هذه العلاقات بتوقيع الجانبين في عام 2014 على هذه المذكرة. يحتفل الجانبين في هذه الزيارة بمرور 10 سنوات على إعلان العلاقات بين مصر والصين، علاقات استراتيجية رفيعة المستوى على كافة الأصعدة، بالإضافة أيضا إلى استشراف فرص التعاون المستقبلي في المرحلة المقبلة، خاصة على الصعيد الاقتصادي، إذا ما علمنا أن الصين أحد أهم ربما الشريك التجاري الأول لمصر، ومصر تعد ثالث شريك أو أكبر ثالث شريك اقتصادي مع الصين في المنطقة العربية وفي القارة الإفريقية. الصين تنظر إلى مصر باعتبارها بوابة ملكية لنفاذ الصادرات الصينية إلى القارة الإفريقية والمنطقة العربية، وأيضا هناك فرص كبيرة لزيادة ودفع وتعزيز هذه الأطر الاقتصادية، إذا ما علمنا أن الاستثمارات الصينية في مصر بلغت نحو 12 مليار دولار، توفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في عدد كبير من القطاعات، أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة، اللوجستيات، الإنشاءات، البناء التحتية، الكهرباء والزراعة والتصنيع الدوائي، وأيضا السياحة. كل هذه المجالات وكل هذه الأطر من التعاون الثنائي الاقتصادي والتجاري سوف تكون حاضرة بقوة خلال هذه القمة الثنائية الهامة التي تعد تاسع لقاء مباشر يجمع الرئيسين. أيضا من المنتظر أن تتطرق هذه القمة إلى مناقشة عدد كبير من القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في الصدارة منها الأوضاع والحرب في غزة، خاصة إذا ما علمنا أن هناك تقاربا شديدا بين الموقفين المصري والصيني حيال الدفاع عن الحقوق العربية في الأراضي الفلسطينية، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 من يونيو عام 67 تكون عاصمتها القدس الشرقية، وهي المواقف التي عبرت عنها القيادة الصينية في كل المحافل الإقليمية والدولية. مصر أيضا تدعم وحدة وسيادة الصين على كل أراضيها بما فيها منطقة هونج كونج، وتدعم نظام سياسي واحد حاكم لهذه المناطق تحت سيادة صينية، ما تنظر إليه الصين بكثير من التقدير لهذه المواقف المصرية التاريخية في حيال أو حيال هذه القضية تحديدا، بالإضافة أيضا إلى مناقشة عدد آخر من القضايا. نتحدث عن جهود الدولتين في مجال محاربة الإرهاب والتعاون الأمني والاستراتيجي في هذه الجزئية، أيضا تطرق إلى قضايا أخرى مثل إصلاح مؤسسة أو إصلاح عمل مؤسسة العالمية الأمم المتحدة، وقضايا أخرى مثل الهجرة غير الشرعية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك. عبد الله اسمح لي في عجالة، الشق الثاني والمهم أيضا من زيارة السيد الرئيس إلى العاصمة بكين هو حضور سيادته كضيف شرف رئيسي
للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يحتفل بمرور 20 عام منذ تأسيسه في عام 2004 على هامش زيارة الرئيس الصيني السابق هوشينتاو إلى العاصمة القاهرة وتحديدا مقر جامعة الدول العربية. منذ ذلك الحين تم تدشين وتأسيس هذه الألية الهامة بين الجانبين العربي والصيني لتكون مهم آلية للحوار والتعاون خاصة التعاون الاقتصادي. سيد الرئيس سوف يلقي كلمة مصر الهامة أمام الاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى يوم الخميس ليستعرض سيادته جهود الجانب العربي والجانب الصيني لترسيخ دعائم وأسس العلاقات بين البلدين سواء على الصعيد السياسي ودفع وتعزيز أطر التنسيق والتشاور حيال كل المستجدات الإقليمية والدولية أو فيما يتعلق بالإطار أو القطاع أو الجانب الاقتصادي الهام بين الجانبين. سيد الرئيس أيضا خلال هذه الزيارة سوف يقوم بعدد كبير من اللقاءات الثنائية تجمعه برئيس مجلس الوزراء الصيني رئيس مجلس النواب الصيني بالإضافة إلى لقاء هام سوف يجمع يستقبل خلاله سيد الرئيس بمقر إقامته عدد من رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات الصينية العاملة في مصر التي تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات واستشراف هذه الفرص الاستثمارية الجاذبة بالسوق المصرية في عدد من القطاعات. ويحضر ويشهد السيد الرئيس توقيع عدد من الاتفاقيات عقب القمة الثنائية التي سوف تجمعه غدا بالرئيس الصيني شي جين بينغ في القصر الجمهوري قصر الشعب وسط العاصمة بكين. نعم عبدالله. نعم شكرا جزيلا لك علاء رشوان موفد قناة النيل للأخبار إلى العاصمة الصينية بكين. شكرا على هذه القراءة الشاملة. شكرا جزيلا.